للحديث عن الموضوع معنا عبر الهاتف من ولاية فلوريدا الأمريكية الدكتورة نجوى البدري، مدير مركز التميز لأبحاث الخلايا الجذعية والطب التجددي في مدينة زويل. دكتورة مساء الخير، أهلا بك معنا. كيف يمكن تفادي أضرار هذا التغير على البشر، خاصة وإن علمنا أن أهم الأمراض المتعلقة بالتغيرات المناخية هي أمراض الحساسية، الربو، أمراض العيون والباطنية وأيضا السرطان؟ من أكثر الحاجات اللي بتؤدي إلى التغيرات الجينية الاستعمال الخاطئ لبعض بعض الأدوية المضادات الحيوية، مثلا سوء استعمال المضادات الحيوية في المستشفيات أدى إلى الأسف إلى تخليق أنواع من الميكروبات مضادة للمضادات الحيوية، وعلى هذا الأساس اللي كان بيعالج زمان بسهولة لا يعالج بسهولة دلوقتي. وفي اشياء كثيره ادت الى هذا التغييرات، وادت برضو الى الطفرات اللي حصلت بنشوفها سواء على مستوى البكتيريا او على مستوى الفيروس، وبتتطلب منا النظر الى طرق جديده في العلاج وطرق جديده في الوقايه. طيب العلاج في دلوقتي تفضل. إذا يعني أفهم من كلام حضرتك دكتورة أنه مع كل تغير يصبح المضاد الحيوي المخصص للمرض عديم الفائدة، هل من بدائل أمام المريض؟ هل مثلا يلحق العلم بإيجاد بدائل مع تذبذب التغير المناخي وتسارع التغير الجيني للفيروسات؟ هو زي ما قلت لحضرتك، هو في محورين، محور الوقاية ومحور العلاج. نعم. العلاج لازم يتطلب جديدة تقاوم جديدة تقاوم دكتورة تتغير بسرعة جديدة. أنا مع حضرتك، تفضلي. عذرا الصوت كان غير واضح، الآن أصبح واضح. نعم تفضلي أكملي حضرتك. طبعا تخليق مضادات حيوية جديدة دي كل المعامل بتشتغل على هذا، لكنها من الصعوبة جدا لأن التغييرات في البكتيريا بتحدث بطريقة أسرع من التغييرات من قدرة العلاج على متابعتها. فاللي بيحصل دلوقتي إن المرضى بينصحوا إن هم يقللوا من استخدام المضادات الحيوية لأي سبب، يعني الناس بتستخدمها بطريقة واسعة جدا ومن غير أسباب حقيقية. في أنواع جديدة من الأدوية بتحصل بمضادات للبكتيريا ومضادات للفيروس بتعالج هذا، وفي طبعا الطفرة اللي حصلت في الجينيتك ثيرابي أو في العلاج الوراثي هيساعد بعد كده على ما نسميه البيرسوناليزد ميديسن. نعم. او الميديسن اللي بيواجه البكتيريا اللي بتيجي على انسان معين بالجينيتك ستراكشر بتاعها المعروف يعني. طيب دكتوره، هل من الممكن ان يكون هذا التغير في بعض انواع الفيروسات لصالح البشر؟ على سبيل المثال مثلا شده تاثير هذه الفيروسات على جسم الانسان تقل ولا تزيد؟ طبعا التغيرات اللي بيعملها الميكروب بتبقى لصالح الميكروب مش لصالح البشر. نعم. يعني الميكروب بيحسن التغيرات فيه علشان يقدر يعيش اكتر، فبيبقى مور فيريلنت، يعني اكتر فعاليه في اللي بيسببه. في انواع كثيره جدا من الميكروبات، يعني احنا مثلا الجسم البشري فيه حوالي 10 اس 13 خليه بشريه و10 اس 14 خليه بكتيريه، يعني الجسم البشري اكثر من نصه عباره عن خلايا بكتيريه. نعم. الخلايا البكتيريه دي كلها خلايا صحيه، بنسميها الميكروبيوم، خلايا كويسه مفيده للجسم. اللي بيحصل ان لما بنستخدم المضادات الحيويه او بنستخدم الادويه بسوء استخدام بنقتل هذه البكتيريا الكويسه وبندي فرصه للبكتيريا الضاره ان هي تفلرش اكثر. نعم. او تعيش اكثر. اذا شكرا. الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية، هذه النصيحة المقدمة من حضرتك إلى كل المتابعين. شكرا جزيلا لك من فلوريدا الدكتورة نجوى البدري، مدير مركز التميز لأبحاث الخلايا الجذعية والطب التجددي في مدينة زويل.